السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من شيوات أم أناس. اليوم جيت وجبت لكم كيكة جد جد رائعتي، كيكة تركية مرشوشة كتجي بنينة وهشة ورطبة من داخل. ما عليكم إلا تتبعوا المقادير حتى النهاية، وكنقول لكم غنخليكم مع المقادير والفيديو وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال الكيكة المرشوشة، غادي نبدا لكم بالطبقة الأولى. غادي نحتاجو جوج بيضات، غادي نحتاج واحد ياغورت طبيعي، قشرة برتقالة محكوكة، خميرة الحلوى ما يعادل 8 غرام. أنا هاد الخميرة عندي فيها 15 غرام كيف ما كتشوفوا، لكن أنا خليت فيها غير النص يعني ما يعادل 8 غرام. عندي هنايا سكر، كاس عنبة عندي صغير بزاف يعني ما يعادل 80 غرام. يعني نتوما الا كان عندكم كاس عنبة كبير ما كتعمروهش حتى الفوق كاع، كتخليه واحد الربع خاوي يعني كاس الا ربع. انا عندي هاد الكيسان صغارين بزاف كيف ما كتشوفوا، يعني مهم يعني بالميزان اللي بغات تعبر 80 غرام ديال السكر. عندي هنايا 60 مللتر ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، حتى الكاس ما عامرش بزاف، وطحين حسب الخليط. من بعد ما غادي نعمل هاد الخليطه ديال الكيكه، غادي ندوز للطبقه الثانيه وهي عندنا 200 غرام ديال الكوكو اي جوز الهند. عندنا هنايا واحد كيس الفانيليا ما يعادل 8 غرام. عندنا هنايا قشده طريه سائله ما يعادل 200 مللتر يعني كاس منها كيف ما كتشوفوا هيدا هو. وعندي كاس سكر خشن ما يعادل 80 غرام. طب غادي نبداو على بركه الله الطبقه الاولى، وغادي ندوز معكم للطبقه الثانيه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ اولا البيض كيف ما ديما كنبداو بالبيض. اول حاجه كنضربوا البيض مع السكر، ثمانين غرام ديال السكر كيف ما كتشوفوا. انا الكيسان عندي صغارين بزاف، شوفوا صغارين، لذلك فانا عمرتو حتى الفوق. ما عندكم كيسان عنب عادي متوسطين غادي تخلي واحد الربع ما عامرش يعني كاس الا ربع. غادي نعمل قشره برتقاله كيف ما كتشوفوا، انا عملت غير جوج بيضات حيت الطبقه الاولى ما خصهاش تكون يعني طبقه عاليه بزاف، حيت باقي غادي تجي الطبقه الثانيه ديال الكوكو، لذلك يعني خصها تكون طبقه متوسطه يعني ما فيهاش المقادير بزاف. غادي نبدا على بركه الله، غادي نطرب هادشي حتى يتراوى مزيان، عاد غادي نزيد الزيت والياغورت. كيف ما كتشوفوا انا في هذه الخليطه هو ديال العجين ديال الطبقه الاولى ما استعملتش الفانيلا، لذلك استعملت يعني عوض الفانيلا عملت قشر البرتقاله كبيره. الا ما كانش عندكم البرتقال كتصانعوا عليها كتستعملوا فعيطوا قشره ليمونه يعني حامضه، اذا ما كانش الحامض والبرتقال كتعملوا كيس فانيلا اي نكهه بغيتوها. صافي غادي نزيد الزيت كيف ما قلت لكم 60 مليلتر. انا عندي كيسان عنبه صغارين لذلك كتشوفوا الكيسان عامرين، ثم اذا كان عندكم كاس متوسط فكتستعملوا كاس الا ربع عنبه اللي ما عندهاش الميزان تعبر به. صافي غادي نبدا نخلط عاوتاني. حاجه ضروري جدا ملي تبداو هذا الخليط وتبداو توجدوا في المقادير، الفرن يكون مسخن على 180 درجه. ياغورت كيف ما كتشوفوا، الياغورت طبيعي انا ما استعملت حتى شي نكهه، ثم تقدروا تستغناو على الليمون على البرتقال على نكهه الفاني وتستعملوا اي ياغورت حبيتوه. ثم مثلا سمحوا لي مثلا ياغورت الفراوله او لا ياغورت الفاني اللي كان واللي حبيتوه. غادي نخلط عاوتاني. او دا
دابا غادي نبدا نزيد في الطحين شويه بشويه، طحين حسب الخليط. انا ما كنبغيش نعطي كميه الدقيق في المقادير ديالي، اذا لاحظتوا في اي فيديو ما كنعطيش المقدار بالتدقيق، لان الدقيق كل واحد والنوعيه ديالو لا مارك ديالو، كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش، فلذلك عينكم ميزانكم. حيت اذا قلت لكم مثلا انا استعملت 200 غرام، تقدر وحده تستعمل 200 غرام تجيها ثقيله بزاف، تقدر وحده تستعمل 200 غرام غادي تجيها خفيفه بزاف، فلذلك عينكم ميزانكم. غادي نزيد دابا ديك الخميره اللي قلت لكم، الخميره ديال الحلوى ما يعادل 8 غرام. من بعد ما زدت الطحين والخميره 8 غرام، غادي نبدا عاوتاني نخلط غير بشويه. كيف ما قلت لكم انا استعمل جوج بيضات، حيت غادي نحتاج طبقه يعني متوسطه من الكيك، ماشي بحال دائما كالكيك المعتاد اللي كيحتاج 3 4 د البيضات. هذا هو قوام الكيك، خصنا نحصلوا على هذا القوام هو. ودابا غادي ندهن المول، غادي نعمل الطبقه الاولى وندوز معكم تحضير الطبقه الثانيه. انا المول اللي استعملت مول فيه 24 سنتيم. غادي ناخذ الزبده غادي ندهنو كامل على الحواشي الجوانب كلها، من بعد غادي نعمل شويه ديال الدقيق. ناخذ شويه ديال الدقيق غادي نرشو فيها، كما كتشوفوا ضروري كذلك على الجوانب. ها هو المول ديالي من بعد ما وجدته، غادي نعمل فيه الطبقه الاولى ديال الكيكة. غادي نحاول نصايبها هيدا بهاد السباتيلا، ها هي او معلقه باش تجي مخده. فواحد الطبق اخر غادي نجيب 200 غرام ديال الكوكو اللي سبق لي وريته لكم، يعني جوز الهند 200 غرام، كيس من الفانيليا ما يعادل 8 غرام، سكر خشن 80 غرام، والآن ستأتي المرحلة النهائية وهي الرش بالكيك.
الكوكو أو ما يقال له الجوز الهند، لذلك تسمى الكيكة المرشوشة. لما بغاتش تستعمل 200 غرام، تقدر تستعمل غير 150 غرام لما كيعجبش الكوكو بزاف، كتجي جد 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 رائعة. غادي تجيكم شويش غريبة واقيلا هاد الكيكة اللي باقي ما عمره ما شافها، ولكن غير جربوها كتستحق التجربة. انا كيف ما قلت لكم الفرن عندي سخون على 180 درجة. غادي تسالوا الكريم فريش باقي ما استعملتوش، خليته على الجنب على جنب. انا غادي نستعمل كريم فريش من بعد ما نخرج الكيكه ديالي من الفرن. انا غادي نحاول بيدي، غادي نصايب هاد الطبقه ها هي باش تكون طبقه متساويه. صافي غادي ندخل الكيكه ديالي دابا من الفرن على 180 درجه ونرجع لكم من المرحله النهائيه ونوري لكم الكيكه كيف كتبان والطبق النهائي ان شاء الله. وها هي الكيكه كيف ما كتشوفوا، اللون ديالها كيف عامل، كيجي مذهب يعني بحال بحال الكيكه العاديه. كتعملوا ديك التجربه ديال الموس، ملي كتدخلوا فيها الموس كيطلع ما فيه والو، كيطلع منقي، كتعرفوا هاي اللي طابت. مهم انا هذا دابا يلا جبت طبق سخونه 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 ما كملاش يلا بضع ثواني، انا غادي ناخذ الكريم فريش كيف ما كتشوفوا وغادي نسقي هاد الكيكه. ها هي كامله بالكريم فريش، ها هو عندي الكريم فريش هذا قشده سائله يعني، نسقيها كامله كيف ما كتشوفوا. ها هو غادي نخليها تتبرد مزيان 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 حتى نتاكد بان هاد الكيكه هي تشربت لي. غادي نزول هاد المولا، هو غادي نزولو هاد الغندة، هو اللي من برا هاد المحيط. نعملها في طبق التقديم ونوري لكم واحد الجزء واحد الطريف من هاد الكيكه كيف كتبان من الداخل. وها هي الكيكه ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نقطع منها واحد الطريف. هي كيف كتجي، انا غادي نعملها في طبق التقديم الثاني. وها هي الكيكه المرشوشه ديالي كيف ما كتشوفوا، الكيكه التركيه المرشوشه كتجي جد رائعه هشه كيف ما كتشوفوا، مشربه من داخل والكوكو من فوق كذلك، شرب ولا جد جد رطب بديك القشده الطريه. المهم اذا عجبكم الفيديو ديالي اليوم عملوا له لايك، دعموني ودعموا القناه ديالي، والناس اللي باقي ما مشتركينش في القناه ديالي اشتركوا على الضغط بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس، جد ضروري باش توصلوا بكل جديد اوتوماتيكمون. حاولوا تنشروا الفيديو بين الاهل الاصحاب والعائلة الى لتعم الفائدة كذلك، وكذلك في المواقع الاجتماعية. وما بقى لي الا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء الى الوصف القادم ان شاء الله. باي.